السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم ياسين. اليوم غادي نوريكم تبريمة الجسم زوينة بزاف، كنحتاج فيها السانوج مطحون أو الحبة السوداء مطحونة، زوينة بزاف لتبييض البشرة، عندها بزاف ديال المنافع. عندنا الخرقوم البلدي، هو معروف بالتبييض، عندنا الحنة عنده منافع زوينة للبشرة، وشوية ديال العرعر مطحون، عندنا شوية ديال العصير حامض، وغنخلطو هاد الشي كامل مع الصابون البلدي. كنديروا هذه في شي بواطه، التبريمه شي بواطه كنحطوها في الثلاجه ما كتخسرش لينا، وقت ما بغينا ندوشو كنديوها معنا للحمام، وكنديروها على الجسم ديالنا مده، كنخليوها مده تقريبا 10 دقائق ربع ساعه، كنشلو بالماء، من بعد كنحكو بالكيس البلدي. كنتمنى البنات تجربوا هذه الوصفه. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، بالنسبه للناس الجداد ما تنساوش تابوناو في لاشين، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. شكرا لكم.